بيت المدينه تاعي الثانيه اللي هي طنجه. كنت كنتمنى نجي لطنجه وتكون في ظروف احسن من هذه. مع كامل الاسف او من الزهر ديالي ديما المهمات كتعطيني بهذا الشكل، سواء في المنتخب الوطني 2002 كيفاش شديته خصو يبدا من جديد، كذلك ملي خديته في 2015 كيفاش يبدا من جديد، الجديده اخر مرحله اللي كنت فيها هي خصها تبدا من جديد. لهذا الان فانا كان بطلب الاتحاد طنجه اللي المسؤولين تاعهم جد معقولين، وحتى المشروع اللي حطوه فهو جد معقول، لانه هو بناء فريق تنافسي، بناء فريق المستقبل. لان كنعرفوا فريق ديال اتحاد طنجه في السنوات الاخيره، لما نقول 3 سنين او 4 سنين الاخرى، فهو كيعيش مشاكل ماديه، مشاكل على مستوى النتائج في مناطق الكهرباء واللي ما كتليقش بفريق عريق من حجم طنجه والجمهور ديال طنجه. لهذا فالمشروع اللي تقدم ليا، وكذلك العمل اللي غادي يتقام، اللي غادي تكون تدريجيا وماشي سهل، فهو اللي خلاني نرجع لهذه المهمه الصعبه، وتدافر جميع الفعاليات، لا من المكتب، لا من طاقم تقني، لا من صحافه محليه، ولا من الجمهور. ان شاء الله كنتمناو نرجعوا فريق طنجه للسكه الصحيحه. انا ما غنجاوبكش على السؤال تاعك بالنسبه للاطقم اللي كتجي وكتجاوب، كتقول لك بان تخلق فريق تنافسي. انا ملي جيت الخليفات قلت غادي ندير فريق تنافسي اللي غادي كله يعني حتى الصفوف الاولى. كانت انطلاقه جيده، وكانت عده امور اللي هي جد ايجابيه، والدليل على ذلك هو الفريق دا البطوله. كانت مسائل سلبيه اللي نقول صراحه بالرحيل تاعي لا مجال للذكر ديالها. لهذا فاي وضعيه كتكون الى عندنا العمل تاعها. دونك ما غنجيش نقول لك انا اليوم الان ونكذب على الجمهور ونقول لك راه غادي هذا الموسم غادي نلعب على البطوله. وكنعرف بان كاين عده اكراهات، لا ماديه، لا كيفاش نقول لك خصك تصاوب فريق، خصك يتصاوب تدريجيا. انا اللي غادي يمكن لي نوعد به الجمهور ديال طنجه وما غادي يعيش ذاك لوطراك الموسم الاول، ما غايعيش ذاك لوطراك اللي عاش العام اللي فات او هذه 3 سنين في مناطق الكهرباء. غادي يكون في اماكن امنه، ولما لا بشويه ديال الحق نقدروا نكون في اماكن متقدمه، ولكن الامور ما كنواعدش فيها. كان واعد باش نكون فريق تنافسي، فريق باقل تكلفه، وفي الموسم الثاني فانا مطالب بتحقيق اماكن اماميه واماكن اللي كتخول الفريق يلعب على مراتب افريقيه او مراتب اللي كتخول يلعب على كاس العرب. بالنسبه كتقول لي بالنسبه للمكتب، فالمكتب الان عندي عقده ديال الاهداف. اول موسم هو تكوين فريق اللي ما يعيش لوطراك اللي عاشوا 3 سنين الاخرى، وفريق اللي كيعطي بوادر الامل في المستقبل. اللي كنعرفوا فريق ديال اتحاد طنجه عنده مشاكل ماديه، عندهم عده اكراهات اللي كيخصو يتغلب عليها في اسرع وقت. من طبيعه الحال الواحد ملي كيجي في هذا المشروع بحال شكل بحال هكا وكيبغي يكون فريق تنافسي وفريق باقل تكلفه، من طبيعه الحال فهو كيتجه للفئات الشبانيه ديال الفريق، وكذلك حتى الشبان اللي هما في ضواحي المدينه. تنظن بان الشمال ديال المغرب هو كيظهر بطاقات شابه اللي كيخصها غير العنايه وغير التتبع. نكونوا فريق تنافسي وفريق اللي غادي نبداو به هذا الموسم هذا، فمن طبيعه الحال تكون اسماء جديده واسماء شابه واسماء اللي يمكن لها من النظره الاولى كتبان لك بان عندها مستقبل، ويمكن لها تاخذ مشعل وتعطي داك الشيء اللي كيتسنى منها الجمهور الطنجاوي. لهذا فغادي يكونوا تغييرات ان شاء الله.